دعا مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم إلى ضرورة إنشاء بكالوريوس للقبالة وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب. ومن جدة اسمحوا لي أرحب بضيفتي رؤى الطويلي، أول حاصلة على الدكتورة في القبالة. أهلا وسهلا فيك رؤى. أهلا وسهلا فيكي، شكرا على استضافتي في برنامج سيدتي على قناة روتانا الخليجية. رؤى أبغاك أول شيء تشرحي لنا إيش الفرق بين القبالة وبين طبيب أو طبيبة النساء والتوليد؟ الفرق بين القبالة أنه هي ممارسة صحية تهتم أو ترعى الأم خلال الحمل، خلال الولادة، في النفاس، للسيدات ذوات الحمل منخفض الخطورة. لكن الأطباء بيكونوا بيهتموا بالحمل مرتفع الخطورة أو السيدات اللي عندهم حمل حرج أو في مشاكل بعد الولادة. طيب رؤى، احنا نعرف انه في خربطة كثيرة، يعني احنا نعرف انه الممرضات هم اللي دائما يتولون ولادة المرأة والحرص عليها وانه يهتموا فيها. الآن لما في بكالوريوس قبال القبالة، هل بيضيف شيء؟ هل بتكون أفضل للمرأة؟ هل بنستغني شوي عن الممرضات وتكون هي المسؤولة بدل الدكتور طبعا؟ هو طبعا في فرق كبير بين الممرضة والقابلة. القابلة دراستها تختلف عن الممرضة، وحتى في هيئة التخصصات الصحية مصنفين الممرضة كتمريض اللي متتخرجة من بكالوريوس التمريض أو دبلوم التمريض كفنية تمريض أو أخصائية تمريض، لكن اللي هي بتتخرج من دبلوم القبالة أو بكالوريوس القبالة بيكون عندها تصنيف كقابلة وتقدر تشتغل في غرفة الولادة أو في العيادات الخارجية، تهتم بالأمهات الحوامل وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة على توليد الأم ولادة طبيعية. وإذا كانت في احتياج للطبيب للتدخل إذا حصلت أي مشكلة بينادوا الطبيب عشان يتدخل. يعني أنا اسمحي لي يا دكتورة رؤى، إلى الآن ما قدرت أفهم إيش الشيء اللي راح يضاف طالما أنه أنا عندي طبيبة وممرضة وهم اللي بيقوموا بدور الرعاية للمرأة الحامل إلى ولادتها وكمان بعد ولادتها لوجود قابلة. لكن خليني أسألك، يعني لما نقول قابلات، هل هم بيكونوا مؤهلين ومتعلمين بتوليد المرأة ولادة طبيعية؟ وإذا استدعى الأمر لولادة قيصرية إيش راح تسوي؟ هو طبعا الدراسة تعتمد على أنه تأهل القابلات أنهم يكونوا على كفاءة عالية بأنهم يولدوا الأم ولادة طبيعية تامة وتكون تحت مسؤوليتهم، والطبيب ما يجي إلا إذا كانت الأم صار لها أي مضاعفات أو أنه احتاجت ولادة قيصرية فبتنادي الطبيب. فالطبيب المفروض أنه يكون يعني دراسته تخليه يتدخل وقت الحاجة وقت الولادة الطبيعية، والقابلة ما تتدخل إلا إذا كانت في حاجة للتدخل. فمن التدخلات هذه إنها هي تحتاج عملية قيصرية فبتنادي الطبيب على أساس إنه هو ممكن يساعد الأم على إنها يعني القابلة تقدر تشوف قيصرية. إذا في وقت الولادة الطبيعية أي مؤشرات للخطورة كانخفاض في الدورة الدموية أو حالة نزيف أو انقطاع لنفس البيبي وهذه الأشياء، القابلات يكونوا عارفين هذه المؤشرات؟ طبعا القابلة من أول ما تدخل يعني الأم، المفروض هو القابلة في خارج السعودية بتكون الأم بتتابع معها الحمل من أول ما تحمل أو حتى ممكن من قبل الحمل بتتابع معها القابلة الحمل، تتابع معها إذا هي تبي تحمل، ولما وقت ما تحمل القابلة بتتابع معها الحمل من أول ما تحمل 12 أسبوع إلى توصل ل 40 أسبوع.
ولو الأم قررت إنها هي تولد في البيت، في مركز ولادة أو في المستشفى، بتكون القابلة مسؤولية كاملة وما تنادي الطبيب أبدا. هذا طبعا خارج السعودية، وفي البلدان اللي فيها القبالة مهنة تعتبر معترف بها، والقابلات لهم صوتهم وإمكانياتهم. فغالبا انه الام ما تحتاج الطبيب خلال الحمل اذا كان حملها منخفض الخطوره. فالام بالعكس القابله حيكون عندها وقت كافي انها هي تعطيها محاضرات تثقيفيه، تعلمها الرياضه اللي تحتاجها وقت الحمل، ايش الغذاء اللي هي تحتاجه وقت الحمل. نفس الشيء لو انه اي عندها علامات خطوره، طبعا في جدول القابله تمشي عليه، انه لو اي مؤشر من مؤشرات الخطوره بان عليها وقت الحمل، هي بتروح تحول الحاله للطبيب وتستشيره اذا في اي يعني حالتها تستدعي التدخل، الطبيب راح يتدخل وتخرج من مسؤوليتها الام. نعم، جميل جدا. طيب دكتوره رؤى، من زمان كان في وجود للدايات او المولدات، بس الآن خلينا نقول الموضوع ده شبه مختفي، وانت حضرتك بتقولي انه وجود القابلة في المستشفيات امر ضروري، بس اللي احنا بنشوفه مؤخرا انه اي واحدة لما تيجي تكون حامل او في بداية حملها على طول بتتحول لطبيب نساء وتوليد. طب ليش ما تتحول لإنسانة مؤهلة زي القابلة انها تتابع معاها؟ يعني احنا صار عندنا فكر او عرف انه لا، انا من يوم ما احمل انا لازم يتابع حالتي دكتور واستشاري، وما بكل اسف وللامانه ما عمره احد قال مثلا في القابله الفلانيه ممكن انت تتابعي معاها. هو شوفي، القباله او برنامج القباله في السعوديه بدا من عام 1988 تحت مظلة وزارة الصحة. وأول دفعة، أول ثلاثة دفعات تخرجت من مدينة جدة، خرجت تقريبا 90 قابلة. وبعد كده بدأ البرنامج في الرياض وتوسع في جميع مناطق المملكة. حاليا عندنا 8000 قابلة في السعودية، 2000 منهم قابلة سعودية، 1000 منهم يشتغلوا في وزارة الصحة ولهم الأحقية أنهم يشتغلوا في غرفة الولادة الطبيعية، ولهم وعندهم الكفاءة اللازمة اللي تخليهم أنهم يتحملوا مسؤولية الولادة كاملة بدون أي تدخل طبي. وطبعا أثبتت الأبحاث أنه القابلات لما يكونوا مسؤولين عن الولادة الطبيعية بتكون عندنا الولادة الطبيعية نسبتها بتزيد، بتقل عدد التدخلات الطبية مثل قص العجان، مثل القيصرية، مثل استخدام الشفاط أو الملقاط، بتقل نسبة الولادة المبكرة، بيكون رضا الأم عن تجربة الولادة بتكون عالية، وفي نفس الوقت في النهاية بيقلل نسبة الوفيات للأمهات وحديثي الولادة. فإحنا يعني الدايات زي ما أنت تفضلتي قلتي كانوا زمان مهتمين أو مسؤولين عن الولادة، بس في فرق كبير لازم الناس يعرفوه، أنه الداية كانت بتاخذ خبرتها او يعني الخبره اللي هي كانت بتتحصل عليها من امها، من اختها، من خبرتها هي في الولاده شخصيا، بس بدون ما تكون هي متحصله على اي شهاده يعني اعطتها هي، او ما هي مرخصه زي ما نقدر نقول، يعني بس انها هي القابله بتكون ماخذه شهاده، ايوه تكون ممارسه بالخبره، يعني يسموها داية انها هي تعلمت من امها او من اختها او من اي احد في العائله انها كيف هي تساعد الام وتولدها. فمن يوم ما صاروا الامهات اتنقلوا من الولاده في البيوت، لانه احنا قبل 50 سنة تقريبا كانت اغلب الامهات او معظم الامهات في السعوديه كانوا بيولدوا في البيت، وكانت القابله او الداية بتباشر الولادة كاملة من يوم ما تحمل الأم إلين تولد هي بتتابعها. لو صار في نزيف بعد الولادة ممكن القابلة توديها على المستشفى، لكن تعرفي زي ما أنت شايفة أنه المستشفيات زادت
عندنا في السعودية، وصار أغلب الأمهات بيولدوا في المستشفيات ونادرا ما تولد في البيت إلا إذا كانت يعني جاتها الولادة مبكرة واضطرت أنها تولد في البيت، أو ممكن تكون جاتها ولادة في السيارة. بس أنه القابلة الفرق بينها وبين الداية أنها هي بتكون متحصلة على شهادة ومعترف بيها وعندها ترخيص من الهيئة السعودية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتعطيها ترخيص كقابلة أنها هي تشتغل وتكون مؤهلة أنها هي تهتم بالأم وتعطي الرعاية الكاملة للأم وقت الحمل والولادة. جميل. طيب دكتورة رؤى، يعني هذا خلينا نسألك سؤال مرة مهم، تتوقعين أنه النساء ممكن أنهم يرتاحون مع القابلة؟ يعني أحس في تخوف، لأنه إذا إحنا نذكر أنه الدايات من قديم برضو كان في تخوف منهم، الآن القابلة إذا بتمسكني بدل الدكتور هنا ممكن أتخوف. هل عندها يعني خاصة أنها مرأة، يعني هل عندها الخبرة الكافية؟ هل ممكن إذا أنا تورط أو صار فيني مثلا عسر بالولادة، إذا نقدر نقول ممكن أنها تدارك الموضوع بسرعة، غير لما يتابعني دكتور أول بأول؟ ما تحسي في تخوف للآن؟ هو صراحة أنا ما أشوف إنه في تخوف كبير، يعني من خلال خبرتي ومن تجربتي في المستشفى أنا بشوف إنه الأمهات بيرتاحوا أكثر مع القابلة، لأنه القابلة بتقضي أغلب وقتها مع الأم في غرفة الولادة. يعني الطبيبة تيجي تشوف الحالة، تشوف ممكن تخطيط الجنين وبتخرج، بيكون عندها زيارات أو بتعمل يعني بتشوف في العيادة أمهات، بعدين تروح تراجع الأمهات بعد الولادة، فيعني يكون عندها غير العمليات اللي هي تتطلب وجودها في غرفة العمليات. فمباشرة الولادة أو أنه مين بيقعد مع الأم أكثر وقت دائما القابلة، ومعروف أنه الأم بيقل معاها ألم الولادة إذا كان معاها إنسان أو وجود مرافق ومساند لها. والقابلة بتكون عندها جميع الإمكانيات أنها هي حتى لو جاتها ولادة أو صار لها مضاعفات أنها هي تقدر تقرر متى تنادي الطبيب في وقت الحاجة، وبيجي الطبيب أو الطبيبة بيباشر الحالة وممكن يقرر لها إذا أي تدخل طبي. بس يعني هم صراحة من خبرتي أنا بشوف الأمهات جدا راضيات، وبالعكس لو أنت تشوفي في الإنستغرام أو في تويتر الأمهات بيدوروا على القابلات اللي يدعموهم على أنهم يولدوا بدون تدخلات طبية، لأنه صارت التدخلات زايدة عندنا في السعودية، نسبة القيصرية وصلت مرتفع. إلى 26% في المستشفيات الحكومية، وفي الخاص وصلت إلى 40%، مع أنه المنظمة الصحة العالمية تنصح أنه ما تزيد نسبة القيصرية عن 15%. فإحنا إذا عدينا 26% فمعناه أنه إحنا بنسوي شيء زيادة عن اللزوم، فالمفروض أنه ندعم المستشفيات بعدد قابلات كفاية عشان نقلل من التدخلات الطبية هذه اللي ممكن تساعد أنه الأم تكون عندها تجربة ولادة ممتازة وإيجابية. جميل جدا. دكتورة رؤى، مطالبات مجلس الشورى لوزارة التعليم بوجود بكالوريوس مختص للقبالة، قد إيش رح يفيدكم أنتم كقابلات، وقد إيش رح يفيد السيدات الحوامل اللي رح يولدوا كبكالوريوس؟ أنا بتكلم تحديدا دراسيا. طيب أنا زي ما قلت لك أنه الدبلوم أتوقف سنة 2012 بسبب انضمام الكليات الصحية للجامعات السعودية. فبكالوريوس التمريض اوريدي كان موجود او في الجامعات، فكان سهل دمج الدبلوم التمريض لبكالوريوس التمريض، وما كان في بكالوريوس قبالة، فكان صعب انهم يدمجوا الطالبات. فالطالبات أو القابلات أغلبهم 2000 قابلة في السعودية عندهم دبلومات حاصلة. من فين أخذينها يا دكتورة رؤى؟ في القبالة مدة 3 سنوات من الكليات الصحية اللي كانت تحت مظلة وزارة الصحة. فهدول البنات يعني أغلبهم يتعدى خبراتهم في غرفة الولادة أو في المستشفيات أكثر من 10 سنين،
وكلهم يطمحوا انهم يطوروا من نفسهم، من انه يكون عندهم شهادة عليا، لانه الواحد ما حيقدر يوقف على الدبلوم وخلاص. فهي تبغى تطور من نفسها، تبغى تاخذ بكالوريوس، فللاسف ما تقدر هي تروح ماجستير على طول. احنا عندنا ماجستير قبالة في بعض في جامعتين تقريبا في السعودية، بس هي كقابلة احنا عندنا 2000 قابلة، نحتاج انه يجسروا لبكالوريوس قبالة بعدين ممكن يروحوا على الماجستير. وغير كده احنا نبغى البكالوريوس يكون مفتوح عشان بعد ما تخلص البنت او الطالبة من الثانوية العامة تقدر تتوجه لتخصص ممكن يفيد الامهات، لانه انت تعرف تخصص يعني المرأة يعني ممكن يجذبها انها هي تعمل فيه، لانه ما في اختلاط بالرجال. فممكن يعني كمجتمع سعودي محافظ انه الام تفضل انها هي تولد مع مرأة. غير كده انه احنا عندنا صار في عزوف للاطباء انهم يدخلوا تخصص الطب النساء والولادة، فاحنا حننتهي بعد 10 سنين ممكن ما يكون عندنا اي احد يعني ممكن يكون مع الأم وقت الولادة، والممرضات غير مؤهلات إنهم هم يقدروا يولدوا الأم، ولا هم مصنفين على إنهم يولدوا، ولا إنه عندهم دراستهم تأهلهم إنهم هم يكونوا مسؤولين عن الولادة. فأنت الممرضة حطيتيها وما في أطباء موجودين، في النهاية الأم حتولد لحالها. فإحنا نبغى نكون عندنا قابلات، أتليست عندنا 20,000 قابلة في السعودية، حيضمن لنا إنه على الأقل لكل أم بيكون لها قابلة وقت الولادة. وغير كده إذا إحنا يعني القابلات زادوا حيصير عندنا التوعية للولادة الطبيعية ممتازة، لأنه القابلات حيكونوا مسؤولين عن تثقيف الأم للتحضير للولادة الطبيعية. ما تيجي المستشفى وهي ما هي عارفة إيش اللي حتمر فيه، إيش يعني إيش اللي هي حتتواجه وقت الولادة، لأنه أغلب الأمهات بتيجي بتقول لك أنا ماني عارفة إيش الولادة، طب إيش أسوي، المفروض أتحرك ولا ما أتحرك. يعني هذه كل الأشياء إحنا كقابلات بندرسها في دراستنا، فلما تيجي الأم ما تحتاج أي سؤال تمر فيه في وقت الحمل بتكون إحنا نقدر نجاوبها. هو لو إنه صارت في عيادات للقابلات في المراكز الصحية، لو صار عندنا عدد كفاية حنغطي المراكز الصحية، حنغطي المستشفيات، حنغطي كثير أماكن ممكن القابلة تشتغل فيها. أكيد، كل الشكر والتقدير لك دكتورة رؤى الطويل، وأتمنى أنه من خلال برنامج سيدتي يوصل صوتكم كمان مع مجلس الشورى في إضافة بكالوريوس القبالة في وزارة التعليم. شكرا لك مشاهدينا، لا تروحوا بعيد، فاصل ورجعين لكم من جديد.